إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. لكر دوهر باشا كان لم دروجدا كإنسان مسلمان خوي بو آمادك أبو كردني بريتيل الأضحية قرباني كردن قرباني كردن في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرموي من وجد ساعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا. هر کس یک امکانیت و توانه قربانی کردنی هبو نشی کرد با نه بونویجی جشن لگل من با نه تنام مسلمانان تکل یا نبه بونویجی جشن بو چون که توانی که اوندت گورت کردوا بو زورگ لعلماء ده فرمون قربانی کردن هر کس کبیبه واجبه همو صالق بیکا. پیغمبر اخوة علیه الصلاة والسلام بقی فی المدینة 10 سنوات و کان یضحی کل سنه. همو صالح في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام للمدينة أو دصاليك للمدينة بقرباني ذكر. وإذا دخل إذا رأى أحدكم هلال عشر هلال ذي الحجة وأراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره وظفره شيئا. هركسك جيشتنا ما نجي ذو الحجة ويستي قرباني بك وإمكانيتها بو نابي قجت بكيت نابي نوكت بكيت دبي أقدار بي لعبادة مثلا كان برا كان هي أم دروجة كبريتية لروجي ججن نويجي ججني روجي ججن. يوم النحر من أفضل أيام الدنيا قورترين روجي صال بريتية لروجي ججن كديمين روجي أم دروجة دكات قورترين روجي صال بريتية لروجي ججن. إنساني مسلمان حريص بريتية دا بونويجي ججن بروا وذكري خواي قوريتي دابكا وعبادتي تي دابكا وشاكا لقل كساني شايست دابكات. برا كانم کاملا شد هیا انسانی مسلمان زور به آسان دتوانه بدستی بین تو ببته هوکاری اوی گناه و توان کانی همی بسره تو. پیامبری خوا علیه الصلاة والسلام دفرمه من قال سبحان الله و بحمده في اليوم 100 مرة محيت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. هر کس اگر روزیک ده 100 جار بله سبحان الله و بحمده او اخوای گوره همو گناه کانی دسرتوا اگر بقدر کفی سر بحریش سر دریا چنک تاوان هبه بقدر کف چون هل دشیتو که زور قباری چی گوره هي. اگر گناه تاوان کاند او اندجبن روجی 100 جار بلی سبحان الله و بحمده اخوای گوره تاوان کاند دسرتوا. لا فرموده چی تردا پیغمبر اخوا علیه الصلاة والسلام قال من قال دور الصلوات المكتوبات من سبح 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 ثم أتمها بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. هر کس یک دوان ویژه فرض کان 33 جار سبحان الله 33 جار الحمد لله 33 جار الله اكبر بكاد او انه تو نو صدمين شي لا اله الا الله وحده لا شريك له بكاد او هم گناه كان اخوي گوربوي دسرتو چنه كم ترخمي لم ذكر برا كان يا نائب ونوج يا كهاتي شي بونوج ببل سلام الدعوة شيطان شتيك بو دروج دكا ذكر كانت ناكي لكاتي شي دا سرين وي گناه تاوانا كانت زو اسانا. پیغمبر اخوي عليه الصلاه والسلام ده فرمي من قال استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه غفرت خطاياه ولو فر من الزحف. هر کس يقول استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم او اخواي پرودگار لغناها كاني دبوري اگر لا غزاج راي كرد بيتو پشتي حال كرد بي كوات ابرا كان اخواي گورا مواسمي عبادته خيري بو آسان كردوين وهو كاري لخوشبون لبردوني شي بو آسان كردوين اوي له ايمه دوي توزك هولدين توزك بجولين توزك جدي واجتهاد فكين بو اوي رحمه وبركتي خواي پروردگار من دسكبه ام دروجه برا كانم. فلنختم كتاب الله جل وعلا في هذه الايام دتوان لم دروجه دروجي سيجوز القران بخويني لم دروجه دا كعبادتي ايدا زور گورو مزنه لم دروجه دا دتواني ختم قراني في روز بكيت اگر واز له مو کسابت و ايش يكت بيني بو اوي لم دروجه کسابتي قيامت كي والله نشانه عقلتي دا والله نشانه زیرچی و تیگیشتن تا در روژه که اجر و پاداشتی در زور گوره در هول در براکم نویشه کاند به جماعت که هول در ذکری خواه بردوام که
كان أبو هريرة وابن عمر يخرجان إلى السوق ويكبران في هذه الأيام العشر، ويكبر الناس بتكبيرهما. أود صحابي برزر زي إخوائي قبريان لبي لو دروجدا دتشون بازارو الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ينذكر خلتشك جويلي دبو أوانج ديان كردا ووايلي دنجي دداي ولا بازار الله أكبر بو چونك أم دروجا سنة وايا مسلمان زور إخوائي قبري بقوري دابنه